يسعدني أن أرحب بكم في كلية العلوم الإدارية بجامعة العلوم التطبيقية. تأسست الكلية في عام 2005 بهدف الريادة في التعليم التطبيقي والبحث في البحرين والمنطقة. وتتكون الكلية من 4 أقسام أكاديمية تقدم 10 برامج أكاديمية في البكالوريوس والماجستير في تخصصات إدارة الأعمال والمحاسبة والتمويل ونظم المعلومات الإدارية والعلوم السياسية. وتتميز برامج الكلية بكونها تركز على الجوانب التطبيقية اللازمة لتلبية الاحتياجات المتغيرة للسوق المحلي والإقليمي. نجحت الكلية مؤخراً في إضافة برنامج بكالوريوس في إدارة الأعمال BA Owns Business Management، يوفر للطلاب الفرصة للحصول على شهادة من جامعة لندن ساوث بانك يونيفرسيتي في المملكة المتحدة وشهادة من جامعة العلوم التطبيقية في البحرين مع الخبرة العملية وفرص التدريب، وهذه الشهادات معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي في مملكة البحرين. تتميز برامج الكلية بمخرجات حديثة للتعلم تدور حول تطوير الطالب بمجموعة من المعرفة النظرية والعملية ومهارات التفكير النقدي والتحليل والمهارات الأساسية القابلة للتحويل، حيث توفر الكلية منصة خدمات مالية متطورة تسمى ببلومبرغ التي توفر للطالب أو الطلبة تجربة عملية في تحليل الأعمال المالية واستراتيجيات التداول وإدارة المخاطر. من المتوقع أن يكون الخريجون قادرين على العمل في المهن في القطاعين الخاص والعام، بالإضافة إلى ذلك يمكن للخريجين أن يصبحوا رواد أعمال وأن يؤسسوا أعمالهم التجارية الخاصة. قصص نجاحنا تتحدث عن نفسها، خريجون أصبحوا رواد صناعة ورجال أعمال وقادة مؤثرين، مما يحقق تأثيراً كبيراً على التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين. يعتبر قسم إدارة الأعمال مركزاً للتفكير الاستراتيجي وتلبية احتياجات سوق العمل، وذلك من خلال التركيز على التعلم العملي وتطوير المهارات العملية اللازمة في عالم الأعمال الحديث في برامجه المتنوعة من الماجستير والبكالوريوس، مثل البكالوريوس في إدارة الأعمال والبكالوريوس في إدارة الأعمال بالشراكة مع جامعة لندن ساوث بانك البريطانية، والماجستير في إدارة الموارد البشرية والماجستير في إدارة الأعمال. توفر برامج إدارة الأعمال فرصاً للتعلم من خلال الحالات الدراسية وبرامج التدريب الميداني والتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة، مما يساعد الطلاب على اكتساب المهارات العملية وبناء شبكات العلاقات المهنية. تحرص برامج إدارة الأعمال على تحديث مناهجها واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتواكب ممارسات العمل الحديثة، مما يضمن توفير فرص التدريب والتعلم المستمر للطلاب والخريجين. تشجع برامج إدارة الأعمال على التفكير الابتكاري وريادة الأعمال، وتدعم الطلاب الذين يسعون لتأسيس شركاتهم الخاصة أو تطوير مشاريع ريادية، مما يجعلها خياراً مثالياً للطلاب الطموحين الذين يسعون لتحقيق النجاح في عالم الأعمال. برنامج نظم المعلومات الإدارية يهدف إلى دمج تكنولوجيا المعلومات مع استراتيجيات الأعمال لتحسين الأداء الإداري واتخاذ القرارات. وتكمن أهمية البرنامج في تعزيز قدرة الطلاب على تحليل وتصميم وإدارة نظم المعلومات التي تدعم العمليات الإدارية والتنظيمية. والبرنامج مصمم ليتماشى مع أحدث الاتجاهات وتطورات في مجال التكنولوجيا ونظم المعلومات المستخدمة في المنظمات، ويركز على تأهيل الطلاب بالمهارات العملية والنظرية المطلوبة في سوق العمل. تعتبر جامعة العلوم التطبيقية الجامعة الوحيدة التي تقدم برامج العلوم السياسية في مملكة البحرين، وتشمل هذه البرامج درجات البكالوريوس والماجستير في العلوم السياسية. تشمل مقررات قسم العلوم السياسية مجموعة واسعة من المجالات الفرعية ومجالات البحث. أحد هذه المجالات هو النظرية السياسية التي تركز على دراسة المفاهيم والأفكار السياسية، المواطنة، العدالة والمساواة، والتعايش السلمي، والتنمية المستدامة. وهناك حقل فرعي آخر هو السياسة المقارنة التي تبحث في أوجه التشابه والاختلاف بين الأنظمة والمؤسسات السياسية في مختلف البلدان،
والعلاقات الدولية هي حقل فرعي آخر يدرس التفاعلات بين الدول والجهات الفاعلة الأخرى في النظام الدولي. يغطي قسم العلوم السياسية أيضاً مجالات أخرى مثل السياسة العامة والإدارة العامة والاقتصاد السياسي، وتركز السياسة العامة والإدارة على العمليات التي يتم من خلالها صياغة السياسات وتنفيذها، بينما يفحص الاقتصاد السياسي العلاقات بين السياسة والاقتصاد. في الحقيقة برنامج نظم المعلومات الإدارية هو تخصص أكاديمي يجمع بين عناصر من علوم الحاسوب وإدارة الأعمال لدراسة كيفية استخدام التكنولوجيا لتحسين العمليات الإدارية وصنع القرار في المؤسسات. يهدف البرنامج إلى إعداد الطلاب لاستخدام التكنولوجيا بفعالية. لماذا؟ لتحليل البيانات وتطوير نظم المعلومات وإدارة المشاريع وتحسين وكفاءة وفعالية العمليات التنظيمية داخل المنظمات. وأيضا يضم فريق التدريس نخبة من الأكاديميين والخبراء في مجالات نظم المعلومات الإدارية. كما يوفر البرنامج أيضاً بنية تحتية قوية جداً من مختبرات حاسوب مجهزة بأحدث البرمجيات والأجهزة التي يحتاجها الطلاب للتعليم والتدريب والتدريب العملي. ففي برنامج نظم المعلومات الإدارية يعمل الطلاب في مشاريع بحثية تطبيقية تساهم في حل مشكلات حقيقية تواجهها هذه المنظمات، وخصوصاً في عصر التكنولوجيا. وبالنسبة لمجالات العمل المتاحة فهي كثيرة، نذكر منها تحليل النظم، إدارة قواعد البيانات، إدارة المشاريع، إدارة تقنية المعلومات، إدارة التكنولوجيا الذكية التي هي الآن نحن الآن العصر الذي نعيش فيه هو العصر التكنولوجي. وأيضاً إتاحة الفرصة للطلاب لمواصلة الدراسات العليا في مجالات مرتبطة بنظم المعلومات الإدارية. طبعاً جامعة العلوم التطبيقية لها أثر كبير من خلال تقديم التسهيلات في الجوانب الإدارية، بالإضافة للجانب الأكاديمي من خلال هيئة تدريس متمكنة لها أثر كبير في تطوير جوانب المعرفة واكتساب المهارات والقدرات اللي تنعكس بشكل إيجابي وكبير في شخصية الطالب وأداء أعماله ومهامه بكل حرفية. اخترت الانضمام إلى قسم نظم معلومات الإدارية لأني كنت مهتم بكيفية دمج التكنولوجيا المعلومات مع إدارة الأعمال لتحسين أداء المؤسسات، والحمد لله كان خياري في مكانه، فالمواد الدراسية شاملة ومحدثة وتغطي مواضيع مثل إدارة المشاريع، ذكاء الأعمال، نظم دعم القرار، قواعد البيانات، تحليل النظم وتكنولوجيا المعلومات. وهذه المواد تقدم لنا فهماً عميقاً لكيفية عمل النظم المعلوماتية وكيفية استخدامها لحل المشكلات الإدارية. وخلال دراستي شاركت في عدة مشاريع تطبيقية داخل الجامعة، مما أتاح لي الفرصة لتطبيق ما تعلمته في الفصول الدراسية على مشكلات حقيقية. فالقسم يوفر لنا العديد من الورش التدريبية والمسابقات التقنية التي تساعدنا في تحسين مهاراتنا وتوسيع معرفتنا. التحقت بفرص تدريب عملي مع شركات رائدة خلال فترة الدراسة، مما أتاح لي تطبيق ما تعلمته في الفصول الدراسية على أرض الواقع والحصول على شهادات احترافية الخاصة بنظم المعلومات الإدارية والتي زادت فرصي في سوق العمل. شاركت في مشاريع تطبيقية وبحثية وساعدتني في فهم التحديات التي تواجهها المؤسسات وكيفية استخدام نظم المعلومات لحل هذه التحديات، وشاركت في مؤتمرات عالمية بتشجيع من الكادر الأكاديمي في البرنامج. دراستي للعلوم السياسية انعكست على جميع مداركي في مجالات الحياة كافة، وذلك من حيث القدرة على النظرة التحليلية والنقدية وتنمية مهارات التواصل والإدارة، كما جعلني ذلك أكثر قدرة على فهم الأنظمة السياسية وتعقيدات العلاقات الدولية والسياسات العامة ودور المنظمات الدولية وتأثير الأحداث السياسية والاقتصادية على المجتمع والأفراد والدول. أهم ما يميز الدراسة بجامعتنا هو المنهج الدراسي اللي يركز على تزويدنا بالمهارات العملية والنظرية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، حيث تتعلم المهارات عديدة مثل العمل بروح الفريق وعمل مشاريع بحثية. المواد اللي ندرسها تتماشى مع سوق العمل مثل التكنولوجيا المالية والمحاسبة الرقمية والتدقيق الرقمي.
كذلك الجامعة تقدم لنا تسهيلات عديدة من مرافق ومختبرات مثل مختبر بلومبرغ اللي يساعدنا على الحصول على معلومات قيمة عن الشركات العالمية والمحلية، وكذلك التداول الإلكتروني والاستثمار. وأكثر شيء يميز قسمنا هو تعاون الدكاترة معانا وإرشادهم المستمر لنا، وكذلك الاعتمادات اللي حاصل عليها الاعتمادات الدولية مثل الـ ACCA. كطالبة سعودية في برنامج بكالوريوس في العلوم السياسية، اخترت جامعة علوم التطبيقية لأنها من أقوى الجامعات في مملكة البحرين، حصلت على مرتبة متقدمة على مستوى جامعة العالم العربي، إضافة إلى تميز الكادر التعليمي الذي لا يمل من تقديم الدعم والنصح لتطوير مهارات الطلاب والارتقاء بهم إلى أعلى المستويات. حقيقة الجامعة توفر أقسام متعددة تتوافق مع متطلبات سوق العمل، سوق العمل البحريني والخليجي، كما أنها تطور شراكات على مستوى رفيع لخلق فرص عمل جديدة ومستدامة وتطوير وتنمية الأفراد ومهاراتهم حسب متطلبات الشركات والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية. تتميز الجامعة بالكادر الأكاديمي المتمكن المتعاون معنا كطلبة، كما أن المنهج يتماشى مع متطلبات سوق العمل، حيث نتعلم مهارات عديدة ويزودنا بأحدث المعارف المتخصصة والقدرات التي تؤهلنا للتميز ومواكبة حاجة سوق العمل المحلي والإقليمي عبر تنمية التفكير التحليلي والإبداعي وتطبيق الأساليب والطرق المحاسبية باستخدام أحدث التقنيات، مما يمكننا من الانضمام إلى مختلف المؤسسات العامة والخاصة بما في ذلك البنوك وشركات التأمين والاستثمار ومكاتب الترقيق والاستشارات المحاسبية والأسواق المالية.